ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ في الفيديو ان شاء الله هنتكلم عن 7 مميزات و7 عيوب موجودين في الشاومي مي 9 تي بعد استخدام تقريبا شهر. عايزين تعرفوهم؟ اتفرجوا على الفيديو الاخر. خلينا نبدا مع اول ميزه، وهي اول حاجه هنا هتقع عليها على الموبايل ده، وهي الديزاين بتاعه. الموبايل الديزاين الامامي بتاعه والديزاين الخلفي مفيش اروع منهم بالفئه السعريه دي. بدايه كده من اللون الجامد بتاع الموبايل، سواء الازرق او الاحمر، والانعكاسات اللي بتقعد تتغير في الظهر دي جامده جدا. مرورا بقى بملمسه، ملمس الموبايل بريميوم جدا، كانك ماسك موبايل ب 15000 جنيه ولا حاجه. شكل الكاميرات الموجوده في الظهر، الكاميرتين اللي مع بعض وكاميرا لوحدها فوق كده، فشكلها روش جدا بصراحه. وبما ان الموبايل كله ازرق، فهتلاقي الزرار اللي على الجنب هنا بتاع اللوك لونه احمر كده، شكله صايع جدا. مرورا بقى بالديزاين الامامي، واللي تقريبا ما فيهوش اي حافه خالص، يعني الموبايل ما فيهوش حواف خالص، تمام، ولا طبعا ووتر دروب نوتش ولا اي نوتش اصلا، تمام، زي ما انتم عارفين الكاميرا بوبب، فالموبايل تقريبا انت ماسك شاشه كامله في ايدك، ودي بصراحه حاجه جامده جدا. باستثناء بس حافه عريضه الى حد ما تحت شويه بالنسبه لباقي الثلاث حواف الباقيين، بس انت لو قارنته باي موبايل تاني في الفئه السعريه دي، فهتلاقي ان ده اصغر حواف وده احسن استغلال للشاشه، تحس انك ماسك موبايل بجد فعلا فوق ال 10000 جنيه. الكاميرا اللي بتطلع من فوق الجهاز البوبب دي وبتنور نور ازرق كده، فبجد الناس وهي الديزاين بتاع الموبايل ده بيفكر تفكير تاني غير باقي الشركات. فلو انت بقى عايز موبايل شيك كده تعرف تمشي بيه، فالمي 9 تي جامد جدا في الحوار ده. الميزه الثانيه الموجوده في الموبايل ده هي الكاميرا السيلفي. كاميرا السيلفي هنا بوبب 20 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.2، بس انا ماليش دعوه بالارقام، انا ليا دعوه بالكواليتي بتاعت الصور اللي بتطلع من الكاميرا دي. وبصراحه المي 9 تي بيطلع كواليتي صور روعه، تكاد تكون احسن كاميرا سيلفي موجوده في الفئه السعريه بتاعته لحد مع تصوير الفيديو ده يعني. فخلينا نجرب السيلفي بتاعت الموبايل ده ونشوف الكواليتي بتاعتها، وبرده هوريكم شويه نماذج كده للكاميرا السيلفي في اوضاع مختلفة. الميزة رقم 3 في الموبايل ده طبعا هي الكاميرات الخلفية، الثلاث كاميرات، كاميرا وايد انجل، كاميرا الترا وايد انجل، كاميرا تيليفوتو. الكاميرا الوايد انجل 48 ميجا بكسل فتحة عدسة f1.8، والتيليفوتو 8 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.4، والالترا وايد انجل 13 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.4 برضو. بس انا برضو ماليش دعوة بالارقام، انا ليا دعوة بالكواليتي بتاعت الصور اللي بتطلع من الموبايل ده. فخلينا نشوف شوية نماذج كده. المهم ان انت تعرف تطلع بالكاميرا الخلفيه بتاعه الموبايل ده ثلاث صور من نفس المكان، صوره 1x، صوره 2x، وصوره 6/10x اللي هي الالترا وايد انجل. فالموضوع جميل جدا، انت ممكن وانت من نفس المكان اللي انت واقف فيه دلوقتي، تمام، تصور صوره عامله كده لم فيها تفاصيل كتيره، تمام، وصوره عامله زوم ده اكتر، وصوره زوم ده اكتر من غير ما تفقد اي ديتيلز. لو انت هتصور بالكاميرا الرئيسيه اللي هي العاديه اللي هي 1x، تمام، تقدر تصور صوره 48 ميجا بكسل بتفاصيل اكتر، تقدر تعمل زوم اكتر وتشوف تفاصيل اكتر موجوده في الصوره. بس انا ما بحبش الاختيار ده بصراحه، ده لو انت هتصور حاجه مثلا محتاج فيها تفاصيل، لكن لو هتصور شخص عادي فصور عادي جدا من غير ال 48 ميجا بكسل، وده لانها بتطلع شكل الصوره احلى، تمام، من بعيد. لكن لو انت هتصور حاجه عايز فيها ديتيلز اكتر، صور بال 48 ميجا بكسل، هتطلع معاك ديتيلز اكتر وتعرف تعمل زوم اعلى. رابع ميزه في الموبايل ده هي البطاريه بتاعته. البطاريه 4000 ملي امبير اور، وبصراحه البطاريه ما بتخيبش الابد خالص بجد. يعني انا مثلا بخرج مثلا رايح الكليه من الساعه 6 الصبح، تمام، تفضل معايا لحد الساعه مثلا 7 8 بالليل عادي جدا، وبستخدم استخدام تقيل. يعني انا بس مثلا بفتح داتا طول الطريق، تمام، بسمع اغاني، بصور، بسجل محاضرات. الميزه رقم 5 في المي 9 تي هو البروسيسور بتاعه. الموبايل جاي ببروسيسور سناب دراجون 730 8 نانومتر، معالج اوكتا كور، والمعالج الرسومي ادرينو 618. ومن غير ما نتكلم كتير في النقطه دي، فمعروفه جدا موبايلات شاومي في اي فئه سعريه هي اعلى بروسيسور في الفئه السعريه بتاعته، مش هتلاقي موبايل تاني في نفس الفئه السعريه وعنده بروسيسور اعلى من شاومي. سادس ميزه في المي 9 تي وما ينفعش ننساها هي ان الشاشه سوبر اموليد 16 مليون لون، ودي افضل تجربه شاشه هتقابلها في اي موبايل في الفئه السعريه دي. الوان كده متشبعه، تعرف تتفرج على الفيديوهات باستمتاع اكتر. لا بجد الموضوع ده روعه. بعيدا طبعا ان سوبر اموليد بتستهلك بطاريه كتير او كل حاجه، بس دي افضل تجربه استخدام للشاشه وانت بتتفرج على الفيديوهات وانت بتلعب في الفئه السعريه دي. سابع ميزه في المي 9 تي هو انه جاي بيو اس بي سي مش مايكرو يو اس بي، وبصراحه حلو جدا ان شاومي استجابت للموضوع ده وبدات تنزل موبايلات يو اس بي سي، لان خلاص يعني يا جماعه المايكرو يو اس بي بقى حاجه قديمه. يعني دلوقتي كل الموبايلات الحديثه بقت بتنزل بيو اس بي سي. كده احنا خلصنا السبع مميزات الموجودين في المي 9 تي، هنتكلم بقى عن السبع عيوب الموجودين فيه. اول عيب وارخم عيب في الموبايل ده انه ما فيهوش مكان لكارت ميموري، معرفش ليه، يعني خلاص يا جماعه جت على الكارت الميموري ده وقفلت. طبعا الحوار ده رخم، لان انت خلاص انت يعتبر زي ايفون كده، لو خلصت الجيجاز اول وارخم عيب موجود في الموبايل ده هو انه ما فيهوش مكان لكارت ميموري. فانت لو خلصت الذاكره الداخليه بتاعت الموبايل ده، فكده خلاص يعني روح فضيه بقى عشان تبدا تحط عليه تاني. ففي الغالب لو انت واحد بتصور كتير وما عندكش استعداد انك كل شويه تنقل الحاجات على اللاب مثلا او اي على هارد مثلا او اي حاجه، فهات النسخه ال 128. تاني عيب في المي 9 تي هو ان السماعات بتتكتم بسهوله جدا، فخلينا نجرب دلوقتي. مش شغال اهو، تمام، مفيش صوت خالص.
ايدك بس تيجي على السماعه فكتمتها خالص. بتضايق انا جدا من الحوار ده بس عادي ممكن تكيف معايا يعني. تالت عيب في الموبايل ده وانا لاحظت من الاستخدام ان الموبايل بيسخن بسرعه او بيسخن قوي مش عارف يعني. هو الموبايل بعد تحطه في الشاحن لفتره طويله فبتلاقيه سخن جدا. المشكله دي ما كانتش موجوده في الاوبو في 11 خالص مع انها كان في ناس بتشتكي من الحاجات دي بس دي اللي هي ايه نسخ فيها مشكله فاهم فممكن ترجع للضمان لكن الاوبو في 11 عموما ما بيسخنش قوي زي ده. رابع عيب في الموبايل ده يعتبر برده يعني انت اول ما تمسكه هتحس ان هو تقيل شويه تمام عن اي موبايل تاني مسكته بس الحوار ده هتاخد عليه برده مع الوقت. خامس عيب في الموبايل ده واللي لاحظته مع الاستخدام بتاع الموبايل السوفت وير بتاع شاومي فيه اخطاء شويه يعني هو بيتبرجل كده ساعات مثلا ايه يبقى في ابلكيشنز مثلا او حاجات معينه تبقى محتاجه ان انت تكتب الباسورد اللي هو البين بتاعك يعني تمام. هو الموبايل فيه بصمه في الشاشه فساعات اللي بيحصل الاقي ان البين ظاهر الارقام بتاعت البين والبصمه تظهر فوقيها يعني اللي هو طب انا هكتب بين ولا هعمل بصمه يعني انت فاهم فغلط يعني بتظهر فوق رقمين مثلا يعني مثلا لو احنا قلنا ان اللي تحت 8 و0 تمام 8 و0 فالبصمه بتظهر فوق ال 8 و0 فاللي هو طب انا حتى عايز ادوس البتاع ما بيدوسش فاهم فهي بيعمل اخطاء غريبه كده بس هي ان شاء الله فهي ان شاء الله يلافوها في السوفت وير ابديت اللي جاي يعني يلافوها ان شاء الله تتصلح في السوفت وير ابديت اللي جاي يعني. سادس عيب في الموبايل ده هو اللي ما فيهوش اي ار سنسور اللي واخدين عليه في اغلب موبايلات شاومي. انا قلت اغلب موبايلات لان في موبايلات في شاومي غير ده ما نزلش فيها الاي ار سنسور فانت مش هتعرف تتحكم في التلفزيون بقى زي اغلب موبايلات شاومي وكده. سابع عيب في الموبايل ده واخر عيب خلاص ان الالترا وايد انجل في الموبايل ده اي كلام بصراحه يعني خلينا متفقين انها اي كلام يعني هي الترا وايد انجل بس نظرتها كده اللي هو الشركه حطها كده يعني فهي مش عمليه خالص بصراحه يعني انت لو فتحت الالترا وايد انجل هتلاقي ان الكاميرا متعلق وانت بتتحرك كده تلاقيها تتعلق كده بتتحرك ببطء كده بس هي في الاول في الاخر والترا وايد بصراحه يعني انت لو جربتها وهتجيب زاويه اوسع وكل حاجه بس طبعا هي كتفاصيل وككاميرا فعليه يعني مش قد كده هي بس الفكره انها هتجيب لك حاجات اكتر وانت واقف في مكانك. في بقى ثلاث خصائص موجودين في الموبايل انا مش عارف اصنفهم هل هم مميزات ولا عيوب فانا حاططهم كده في الويتنج ليست مش عارف لهم حاجه بصراحه فهي تتوقف على الشخص نفسه اللي بيستعمل الموبايل هيشوفهم ميزه ولا عيب. اول حاجه فيهم هو الفاست تشارجنج. انا ليه بقى ما صنفتش الفاست تشارجنج كميزه او كعيب لان ده بيتوقف عليك لو انت شخص استخدمت الفوك فلاش تشارج الموجود في موبايلات اوبو يعني مثلا اوبو اف 11 اللي كان معايا كان 4000 وكذا وكسر تقريبا ملي امبير تمام يعني بطاريته اعلى من ده تمام وكان ماشي في ساعه بالظبط ساعة و10 دقايق ولا حاجة كان الموبايل فول تشارج تمام من 0% اما المي 9 تي فشحن من 0% في ساعة و39 دقيقة بالظبط يعني فده وقت كتير بصراحة يعني انا كنت واخد جدا على الفوك ان انا بقوم حاطه في الشاحن من 0% بيقعد لي ساعة وخمس دقايق ولا حاجة فاللي هو رقم جميل جدا فهيبقى عيب بالنسبة لي. لكن لو انت شخص ما استخدمتش اصلا موبايل فيه فاست تشارجنج فالموبايل ده يبقى روعة بالنسبة لك 4000 ملي امبير بتشحنه في ساعتين الا ثلث فده رقم حلو جدا يعني. بالاضافة لحاجة كمان ان هو بيشحن من 0 ل 50% في نص ساعة زي الفوك بالظبط يعني الفوك والشحن بتاع شاومي الفاست تشارجنج بتاعه بيشحن من 0 ل 50% في نص ساعة. 50% دي على فكرة كفيلة انها تقعدك بتاع 4-5 ساعات استخدام كويس ده رقم حلو برضه. فهي جزء فيها ميزه جزء فيها عيب فما لقيتلهاش تصنيف يعني. تاني حاجه هي الفيس ريكوجنيشن. فيس ريكوجنيشن في الموبايل ده روعه تمام فهو ميزه في الموبايل ده. العيب بقى ان انا فعلا حوار ان الفيس ريكوجنيشن يبقى في كاميرا بوبا ده رخم جدا لان انت بص اجي افتح هستناها تطلع وبعدين تفتح وبعدين تنزل تاني فاهم الحوار ده هم كام ثانيه عمي يعني بس الفكره ان انت في الاوبو مثلا او في اي موبايل تاني الكاميرا بتاعته موجوده في النوتش مثلا فهيفتح في ساعتها اللي هو ده مجرد ما يشوف وش التاني كده بس يقوم فاتح على طول فاهم فبالنسبه لي عيب بس لو انت شخص ما استخدمتش مثلا فيس ريكوجنيشن في كاميرا نوتش فالموبايل ده يبقى بالنسبه لك روعه جدا وفيس ريكوجنيشن هنا هيبقى حلو جدا. ثالث حاجه برده ما لقيتلهاش تصنيف هي الفينجر برينت الموجوده في الشاشه. دي ميزه لانها حاجه جايه من المستقبل بقى وبتعمل كده في الشاشه بيفتح وكل حاجه وبرده هي الى حد ما اسرع فينجر برينت موجوده في الشاشه في الفئه السعريه دي تمام لكنها ابطا من الفينجر برينت الموجوده في الظهر في اي موبايل ثاني تمام ف هتتوقف عليك برضو لو انت واحد استخدمت فينجر برينت موجوده في الظهر قبل كده فبالنسبه لك دي هتبقى بطيئه ومش عمليه تمام لكن لو انت واحد ما استخدمتش قبل كده فينجر برينت فدي هتبقى بالنسبه لك روعه جدا لانها بتفتح تقريبا في ثانيه وجزء ولا حاجه فاهم فبس هي بصراحه بتاخد وقت اطول من الفينجر برينت الموجوده في الظهر وده كان لازم اذكره يعني مش هروح اقول لك ان دي ميزه بقى وبتاع لا لا مفيش الكلام ده انا بقول لك انها مش عمليه قوي لو انت واحد واخد على البصمه الموجوده في الظهر لكن لو انت اول مره تستخدم فينجر برينت فهتبقى روعه بالنسبه لك. طبعا
لو عايز تشتري مي 9 تي بارخص سعر موجود في مصر وبضمان ويجي لك لحد باب البيت بخدمه توصيل مجانا، فاللينك موجود تحت في الديسكربشن من العصود.com. حاجه بقى كنت المفروض اقولها ان انا كنت عامل مسابقه على الفيسبوك بيج، طبعا مش متابعين عليها تلاقي اللينك بتاعتها في الديسكربشن، مش عارف انت بتعمل ايه في حياتك يعني. فاول ما جبت الموبايل ده تمام كان في طبعا في الغلاف بتاع عصود.com، فدخلت ونزلت بوست وقلت لهم الموبايل ده سعره من كذا لكذا، حد يخمنه، واول واحد هيخمنه صح يعني هقول اسمه في الفيديو. ففي واحد خمنه صح، ثواني بقى نجيب اسمه عشان انا نسيته بصراحه. رجب اشرف. رجب اشرف اول واحد يعني، هو تقريبا رد على فكره بعد البوست على طول تمام، مع اني كنت حاطط رينج كبير يعني اللي هو من 4000 جنيه ل 6000 جنيه، فاللي هو كان في اختيارات كتيره بس هو اختاره صح يعني. وبكده كده خلص الفيديو، يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش لايك وكومنت وشير، ولو انت جديد على القناه فاشتركوا وفعل الجرس عشان يوصلك نوتيفيكيشن اول ما انزل اي فيديو جديد على القناه. اشوفكم فيديو جديد، بيس. زولا بجيبها بعديها غير احساس انك مجيها باظت غالي باظت غالي صورتك عوقت انت صورتك فانا عدلتها، قال لك عنده فانز كتيره ما قدمش جول جديده كان